طيب من ده خلينا نروح بقى لحاجه تانية. احنا النهارده بنتكلم معاكم شويه عن الترندات ده في الفقره دي، بعد كده هنخش بقى على المشاكل وعلى الجد، بس بقى واحنا قاعدين هناك هنا بنفك كده مع بعض شويه. حارفين كلنا طبعا محمد رمضان، النجم محمد رمضان عمل اعلان في الفتره الاخيره لاحد شركات المحمول. احنا كشعب القلشه ما بتفوتوش، يعني تحس كده لو في حاجه معموله ما ينفعش ما تتريقش عليها، لازم اتريق عليها. فشباب ثلاث شباب واربع شباب مصريين كده جمال كان بيتكلموا بقى عن اقوى كرش في مصر. تعالوا نشوف الفيديو اللي عمل ترند كبير جدا عن اقوى كرش. لو 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 جوعته هاي هاو 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 لازم ياكل فته. لو 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 كبر قوام وحلو. لو 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 يا كرش لازم تفهمني بلاش تكسف لي اجمل بنات بيت المحكرش بتفلق وتجري. البنت دي بتاعتي وانا اللي جايبها بس بوسها بالقشطه عمري في يوم ما اسيبها. جايب لي موز جايب لي يبقى شيل لي حته وسيبني ولو فكرت تعمل اوردر هات لي وجبه وابقى حاسب لي. شفنا ازاي الشباب المصري يعني لما بيلاقي اي حاجه لازم يقلش عليها على طول ويتريق عليها. طيب كده نكون وصلنا لنهايه الترندات بتاعتنا معاكم النهارده. هنطلع لفاصل صغير، وبعد الفاصل هنبتدي بقى معاكم فقراتنا النهارده واخبارنا اللي احنا محضرين لكم حاجات كتير جدا، من ضمنها على سبيل المثال اليوم العالمي للمراه، واحنا بنتكلم ازاي ان المراه المصريه في الفتره الاخيره كان ليها دور كبير جدا 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 في تغيير شكل مصر بشكل كبير. و عايز اركز النهارده برضو شويه على المراه الصعيديه، وازاي ان المراه في الصعيد ليها دور كبير جدا في الحفاظ على التراث المصري الاصيل داخل الصعيد، وازاي ان المراه المصريه اللي موجوده دلوقتي في كل بيت اللي بتتفرج علينا ازاي هي اللي شايله بجد الحمل الحقيقي على اكتافها. ده في اليوم العالمي للمراه المصريه.